عشان ما أطيل وشايف زملائي لسه ما جو المقدمين الآخرين. أنا تخرجت من أمريكا مباشرة, جيت عملت كونسلتنسي فيرم في مجال انترناشونال ديفلوبمنت. أنا يوز تو كونسلت للآي إم إف والوورلد بانك وكده في قضية دارفور. قبل انفصال الجنوب زارني السبيشال انفوي جريشن, وكان هو زول كده يعني فوكال اوت سبوكن, قاعد معي في المكتب شرب قهوه, قال لي يا ماديب ما احنا بعد ما نفصل الجنوب ثاني ما عندنا شغله بكم. ففهمت طوالي بانه انا المفروض اشيل شنطتي واتجه نحو الخليج, لانه القطار كان ماشي نحو الهاويه. 2012 اي جويند المينستري اوف ديفلوبمنت بلاننج اند ستاتستكس, وكنت شغال في اليونيت بتاعت الانستيتيوشنال ديفلوبمنت اند مودرنايزيشن اللي هي وحده التحديث والتطوير المؤسسي. والحين انا سكول بروفيسور بدرس بابليك بوليسي, لكن راجع لمكتبي ان شاء الله بنهايه السمر. والفكره بسيطه جدا, انا هعمل منحه باسم يعني واحد من الفاوندينج فاذرز بتاعين السياسة السودانية الحديثة الدكتورة مديبو, هو موجود هنا معنا. والمنحة دي بنشكر للمجيء وتكبد المشاق, وهو دائما بيحرص على انه يجي يسمع الكلمات الفارغة بتاعت دي. المنحة هتكون مهمتها بس يعني كل شهر تدرب لها زي 120 في مجال الـ governance and policy making, يعني journalist. مجال الـ governance and policy making للميديا people, للـ civic society organizations, للـ legislators, للـ policy makers. وسبحان الله ناس الإنغاز نيل ما قدروا يفصلوا بين الشخصية السياسية بتاعتي والشخصية العلمية. أنا جيتهم and I offered this same exact offer, لكن كانوا كارهين وشدة, فما أصلا ما أدوني فرصة لأنه أدرب لهم أي زول. فالحين الفرصة مواتية, حنبتدي يعني من جيبنا, وبعد ذاك نشوف للمؤسسات الدولية ساعدتنا خير وبركة. بدل ندرب 400-500 شخص ممكن ندرب 1500. حقعد مع علام على أساس أنه يكون في integrated effort في لهذا المجال. أشكرك وأعتذر عن الإطالة دكتور. لابد يا إخواننا يكون في الديفلوبمنت, لابد يكون في رؤية ومنهجية وتنمية مؤسسية. يعني بيجي الليدر بيقول والله this is my vision, it was very well يعني and explicitly mentioned by علام لما قال من أجل المجتمع, من أجل التنمية والسلام. خلاص إذا الليدر دي بقت الفيجن بتاعته, بعد كده أن إحنا بنستحدث المنهجية الميثودولوجي اللي بموجبها ممكن نعمل operationalization للفيجن. وهذا يستدعي ويتطلب إنه يكون في شنو مقدرة مؤسسية, لأنه في غياب المقدرة المؤسسية أنت لن تستطيع أن تفعل أي شيء. لو لاحظتوا في الدياجرام ده, أنت عندك الفيجن وده سلم الأولويات الاستراتيجية. يعني أنت تأملي المسألة دي, فاللاين ما ظاهر, لكن هي ده سلم الأولويات الاستراتيجية. يعني عندك نتائج وسيطة, مخرجات, funding, monitoring and evaluation, reporting, ده محفوظ لأي زول. لكن الحاجة اللي بيقعوا, الخطأ اللي بيقعوا فيه والناس, والسؤال أنا أثرته في السيشن الفات, لكن الجماعة عملوا some sort of dodging ما جاوبوا عليه, اللي هي المسألة بتاعت إنه more important than إنك تقول what is to be done. دي الحاجة اللي عملوها ناس الأمم المتحدة لما حددوا الـ SDGs, قالوا this is what needs to be done. لكن أنا بقول لهم دائما لما نتقابل في الـ international يعني platforms بسألهم في إنه more important than what is to be done, السؤال بتاع إنه why, كيف, لماذا وكيف. الناس بيجوا طوالي بيشتغلوا في المسألة بتاعت البروغرام, لكن الأهم منه إنك أنت تعرف البيزك فيلوسوفي بيهايند المسألة دي. ودي أن إحنا في العلوم السياسية أول حاجة بندرسها للطلبة مسألة الفريمينج. يعني أنا ممكن في الكوميونيتي هول في مجلس البلدية
أم درمان ولا الخرطوم ولا الصحافة بطريقة كونشس أو سب كونشس، بطريقة واعية أو غير واعية، بيجي بعمل فريمينج، بأطر التفكير بتاع الناس اللي قاعدين في في القاعة. وخليني أديك إكزامبل، قبل أسبوع لما الجماعة ديل ألغوا القانون بتاع النظام العام، ظهرت إحدى الناشطات، هي محامية في الأصل باي ترينينج، يعني من حيث التكوين والتأهيل، وعندما سئلت عن مسألة إلغاء القانون العام قالت والله يا أخي المسألة بتاعت صنع الخمر دي مهنة شريفة كوت ان كوت يمارسنها نساء الهامش. شوف مسألة معقدة جدا ذات أبعاد سوشيولوجية واجتماعية وكذا، هي اختزلتها في موضوع بتاع نساء الهامش، يعني هي حبت تنصف نساء الهامش وفي نفس الوقت أساءت إليهن. اتكلمت يعني دي طبعا دي إشكالية بتاعت إنك أنت تحاول تتعاطف بصورة غير أصيلة وغير ناضجة مع مجموعة معينة من الناس، فأنت تجي تتكلم عن إنه دي مهنة شريفة يمتهنها نساء الهامش. طبعا أنا كان كثير الكلام عن موضوع السكشواليتي، فاتصل بي سكين جا مرة في الدوحة وقام قال لي يا دكتور طلعت لك مقالة اسمها الجنس عند السودانيين نزوة أم غزوة، وأنا داري أتكلم معك في الموضوع ده، نتقابل وين؟ نتقابل في الحتة الفلانية. مشينا قعدنا سكينجا، رجل لطيف جدا من أهلك الشوايق ديل، لا تمل الونسة معه كعادة الونسة مع الشايقية. وبعدين قام قال لي يا أخي أنت اتكلمت عن الموضوع ده، الموضوع ده هو اتكلم عن مسألة servant and servitude، اتكلم عن العبودية، وكتب كتاب قيم جدا، كان أدو فند محترم جدا واشتغل شغل مسؤول. قال لي أنا دايرك تنجط الموضوع ده لأنه ديل متخلين أساسيين للتشوهات الحاصلة في الشخصية السودانية. And I'm going to take this incident عشان أقول لكم حاجة معينة. زمان الديفلوبمنت ثيوري كانت الفكرة بتاعت إنه الإنسان هو الغاية من التنمية، ولما انفشلت التنمية بتاعت السوشياليست جروبس حصل باراديغماتيك شيفت في العالم، بقى الإنسان مش هو الغاية، الإنسان نفسه هو الوسيلة، هو نفسه الفييكل. عشان كده لو لاحظتوا في السودان، يمكن الناس الصغار القصة دي ما منتبهين لها، زمان كان في القسم بتاع التخطيط كان داخل وزارة الاقتصاد، الناس الكبار منكم مذكرين الموضوع ده. حس الفلسفة تغيرت، أنا أول ما جاءت الثورة دي طوالي بالإنجليزي بالعربي لم أدخل لغة لم أتكلم بها البعرفة دي، قلت لهم يا أخوان أول حاجة تعملوها تعملوا وزارة بتاع التخطيط التنمية وإحصاء، لأن دي ما في تنمية بتحصل من غير think tank يكون وراء التخطيط. الكلام ده ما حصل. داير أرجع للمسألة بتاعت الفريمينج اللي بنعملها نحن consciously or subconsciously. طوالي مما أنت تتكلم عن الهامش، الريس هو is a default assumption، لكن الحق إنه الناشوناليزم هي political ideology، يعني أنت ما تنزلني على حكمك، أنت تقبل حكمي. قبيل علام يتكلم عن يعني عن إنه والله كلنا دارفور وما كنا عارفين الفوارق، ما كنا عارفين الفوارق لأنه في inherent invisibility of elitism، انت يؤسيوم بانه شخصيتك الثقافيه دي هي الشخصيه الدوميننت، ودي انا بسمعها بكثير من الناس. انا هو طبعا علام استدرك وقال انه لابد نعمل معالجات. طبعا الناس الاونست في التاريخ الليدرز اللي قدروا يعبروا بشعوبهم زي مانديلا ومهاتير وكده ما طبطبوا على الاشياء، خدتوا الاشياء اون تيبل. يعني لما انت تلقى المساهمه بتاعت الريف السوداني 80% من المساهمة بتاعت من الجي دي بي جاية من الريف السوداني، yet they receive less than 5%. right there you know إنه في مشكلة. لما أنت تفكر في إنه 60% من الأرض في هذا البلد يفلحنها النساء، yet they own less than 4%. right there you have a problem. We have to design policies تخلي الناس كلها at an equal level. لكن ما نجي نطبطب على الأشياء نقول والله يا أخي
انت داير شنو؟ داير وزاره؟ لا ما داير وزاره، انا داير انصاف وعدل للناس. The hell with الوزاره. عين هنا لما تجي ريسيزم انه والله دي مساله بتاعت انه يعني ده انت ما متربي كويس. لا هي ما قصه ما متربي كويس، انك انت بتشوف لك امراه سوداء تقول لا يا خادم. inherent ان الكلمه بتاعت الخادم دي انحراف سلوكي وهرميه عرقيه. دي الاشياء اللي انا احنا كبوليسي ميكرز بنقعد بنقول racism as a survival strategy of systematic power. انت ملاحظ لما تجي هنا inclusive approach is tantamount with compulsory assimilation. لما انت جاي تقول والله يا اخي ما نديكم حصه في الوزاره الجايه، كده ما بنعالج الاشكالات تحت السودان. الاشكالات، وطبعا دي I'm going to conclude by saying I'm not yet there، داير اقول بانه ما القصه في السودان ما مساله الانستتيوشنال سيت اب، المايند سيت نفسه بتاع الليج السياسي القديم لم يتغير. عشان كده احنا لم نعبر، ما حصلش تغيير وما حصلش حريه، لان الحريه has to do with الايكونوميك كابابيلتيز بتاعتك. وانت اذا اديته حريه، ما هو 60% من المواطنين في الخرطوم في مدرمان كانوا عبيد لما الانجليز الغوا العبوديه. ال60% ديل ما كان عندهم عمل، فلجؤوا لصناعه الخمر وللبغاء. بدل ما احنا نعالج المشكله ونواجهها قمنا هربنا منها. فانت لابد تكون شجاع كليدر. انت ما تيجي تقول والله احنا حنديكم حصه، الموضوع اكبر من حصه. deconstruct a racist structure piercing power for a fairer society. انا اول ما الجماعه بتاع انقحط ديل ظهرت الاشاعه بتاعت دكتور حمدوك قلت لهم ويل اند جود، لكن عشان ننقل المجتمع ده لمجتمع علمي وديمقراطي جيبوا حمدوك، جيبوا علام، جيبوا وليد، خطوم، واعملوا لهم كروس اكزامينيشن زي ما بيحصل في بريطانيا وانجلترا. لكن ما تطبطبوا على الاشياء. البروسيس ده حتتعلم منه الاجيال، انه انت سالت الشخص ده عن رايه في العنصريه، رايه في موضوع الاسلمه، العلمنه، كل القضايا دي لما بعد ما محصه قمت انت جبته. البوينت هنا collective effects of bias denies periphery context. حس يقول لك ما في هامش، كلنا هامش. ده كلام مخجل، معنى ما احنا عالج الاشكاليه. الصح انك تقول شنو؟ Renaissance of critical thought to serve all. أنا اتصل بي واحد من المستشارين بتاعين الحلو، والحلو من القادة السياسيين أنا أحترمهم جدا لأنه at least he is genuine. فقام قال لي يا أخي رأيك شنو في موضوع العلمانية والحكم الذاتي؟ قلت له يا أخي أنت أنا يعني هو إلي لقاء مع الحلو حمشي أقابله، لكن in the meantime قول للقائد الحلو لو فركزنا على مسألة الفيدرال ديموكراسي حنحقق العلمنة وحنحقق الحكم الذاتي. لأنه مشروع العلمنة ذاته هو مشروع حيكون ديماغوجي زي المشروع بتاع الأسلمة. إذا أنت مساهمتك للناتج القومي الإجمالي 80% أن يريسيف باك أقل من 5%، يبقى معناها إذا عملت فيدرال ديموكراسي وال 80% قعدت هناك للتنمية، ده ما حكم ذاتي. انت قاعد in a landlocked area دار تعمل لك حكم ذاتي، ما عندك access للبحر. طيب موضوع العلمنة، العلمنة هي ذاتها ما process، العلمنة هي شنو؟ ما function and differentiation. النقطة الأخيرة يا أخوانا positive peace. The absence of tension. لا ال positive peace الفكر فيها مانديلا presence of justice. يا أخوانا I should not have taken you through the examples دي كلها، لكن ده الفريمينج اللي احنا بنعمله كبوليتيكال ساينتست في هول زي ده، الطريقة اللي بعرض بها الأشياء ممكن أعمل لك فريمينج أو دي فريمينج. طيب إذا نظرت حس ده السيمينار اللي احنا هنعمله، اللي بيحصل شنو؟ أنا أول ما جيت الصالة دي قعدت جنب واحد من الأخوان، فقام قال لي يا أخي الحاصل شنو في البلد دي؟ كل يوم مؤتمرات علمية وكده وما في جدوى. قلت له يا أخي أقول لك حاجة، في ديس جنكشرز هنا العلم، هنا السياسة، وهنا القيم أو الأخلاق. لما أنت تكون عندك الفيجن بتاعتك نفسها، يكون عندك أن رياليستيك
بسموها شنو استراتيجيك اوبجكتيفز. احنا لما نجي نعمل استراتيجيه خلينا تو جو باك بعد في منتصف المده بنيجي نعمل تقييم. لما نلقى في اشكاليه يا اما في شروخ في دورة التصميم وتنفيذ السياسات يعني الدائره العلميه ما متسقه مع الدائره القيميه ومع الدائره السياسيه معناه لابد نرجع نشوف الاهداف هل هي واقعيه ام غير واقعيه. Let me go. طيب في موضوع العلم ده يا اخواننا انا لما كنت هنا سنة 2007 اتصلت بجهة شرطية ما في داعي لتحديد كانت متفشية القصة بتاعت الاغتصاب القصار والأطفال وكذا وكنت معني بالموضوع ده فبحثت عن statistics. ما أنا كساينتيست لابد أول حاجة لي statistics. هذه الجهة العدلية أدتني ثلاثة إحصائيات كل واحدة فيهم مختلفة من الثانية وقاموا لما محصتهم ونرفستهم قالوا لي اخي ابني على الاعلى لكن انت امكانياتك ضعيفة فكيف تبني على الاعلى يا اخوانا. الدائرة بتاعت الحتة بتاعت الساينس دي is very essential. الحتة بتاعت القيم مهمة جدا. القيم شنو؟ ترقية المجتمع معرفيا وحضاريا. الحتة بتاعت الساينس تطوير البحث العلمي. الحتة بتاعت العلم تحت السياسة انه السياسي نفسه يكون policy oriented ما يكون بتاع ريتريك. السياسيين الجونة في البلد دي يعني انتل كان في جزء منهم ناس متعلمين ومحترمين لكن الماجوريتي منهم كانوا بتاعين ريتريك. القرآن دستور الأمة عاش ميكي للسودان وراحت ميمي للجيران والونس الضيعنا في 64 سنة دي. لكن انت داير جيل جديد يكون policy oriented. انا اتمنى من البروف انه يعمل اضاءة خاصة لمقتضيات الحوكمة في هذه الفترة الانتقالية. أول حاجة مفروض يعملوها وزارة التخطيط التنمية وإحصاء ده حيكون الريسورس بيزن نجمع فيه كل المعلومات ونعمل الخطة بتاعت 2050 نحدد الأولويات الاستراتيجية بتاعتنا نرتب سلم الأولويات الاستراتيجية لأنه بناء عليها حنعمل مسألة الكاباسيتي بيلدينج والإنستيتيوشنال ديفلوبمنت أند مودرنايزيشن لأنه ده حيكون الرافعة بتاعتنا. من غير دي we are going nowhere. طيب انت دايرني اتكلم انا بس داير اخلص القصة دي. انت لو لاحظتي الحاجة دي كلها انا ماشي فيها للحتة بتاعتين good policy is vital to the stability and security of the society at large. مسألة السياسات الحكيمة انت بعد مرات بتقول والله نعمل system of meritocracy انه كل زول حسب الكفاءة بتاعته معي. ما حس أول ما الثورة دي قامت اتكلمنا عن إنه دارين تكنوكراتس. انتهينا بشنو؟ انتهينا بمحاصصات. ليه؟ اللي بيحصل إنه أنت لما تلقى سيدة مثلا زي أوبرا وينفري. أوبرا دي وهي مراهقة وادخالتها اختصبها. هي فقيرة وامرأة وعايشة في البروجيكس. يعني كل البلاوي المتلتلة في الدنيا وبلاك. أنا عندي صديقة برازيلية كانت زميلتي فقوم أقول لها يا أختي يعني أنا والحياة أسود وعربي ومسلم وأفريقي يا أختي ما أنت دايرة بي شنو ما يعني كل يومين يلا كان نشرب قهوة ونمشي نشرب شاي ما عندك البوي والضيل والناس الغنيانين وفقير طالب تأخذ لك $700. أوبرا دي كيف طلعت من ال من ال من الحتة دي كلها وبقت هي أغنى امرأة في العالم ما بتضر هي أسعد امرأة في العالم. نحن لما نقول ثورة لما نقول تغيير معناه في تغيير مفاهيمي مش كده؟ عشان ننتقل من التغيير بالمعنى الهتافي إلى التغيير بمعناه العلمي والموضوعي خلونا نمشي في المسألة دي. الجماعات التقليدية اللي هو ناس حزب الأمة والاتحادي وكده لو لاحظت الفانكشن بتاعهم كان معتمد على التوتليج اللي هي الوصاية. العقد الاجتماعي كان قائم على الأوبيدينس على الطاعة. الإيكونوميك موتو بتاعهم كان policies benefit wider groups of people يعني أكبر شريحة من الناس تحصل على نوع من الـ يعني give the poor just enough to survive يعني أدوا الناس
مضى يقوم كثير في معايشهم. الاستراتيجيك اوبجكتيفز بتاعهم كان اكستراكشن اوف ذا سيربلس، ال 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 الفايت بتاع القيمه ده بيصلهم هم. ما بيجوا اهلنا بيمشوا الجزيره ابا بيقعدوا بيزرعوا للسيد عبد الرحمن، القروش بتجي هنا الخرطوم، من الخرطوم بتمشي باريس لندن وكده، دي الفكره كلها. وشبر في الجنه والفيلم الهندي ده. طيب لما تجي للمودرنست جروبس، المجموعات الحداثويه يسار او يمين، كانت شغاله بالمساله بتاعت المونوبولي، السوشيال كونتراكت كومبلاينس، انك انت يعني تتنزل على حكمهم. الايكونوميك موتو ماركت بوليسيز بينيفيت إليتس جروبس. عمنا كبج ربنا يعني ميت في ايام هو مريض وكده، قال لي بعد ما ناس الانقاذ فتحوا الاستيراد بتاع الزيت من ماليزيا، I knew that war was coming to Darfur. هو كان حايم في دارفور بيشتري محاصيل. ليه؟ لأنه انت حبة الحاجة اللي كان بيلقاها البور to survive حرمته منها. عمل الخير حاجة لمين؟ قال لي أنا مشيد لأسامة عبد الله. قلت له يا أخي أنا ما من دارفور، أنا جدي الشيخ برير، أنا هنا من الجزيرة، لكن اللي بتعملوا فيه ده غلط. قال لي بنعمل في شنو؟ قال لي يا أخي أنتوا حسا أكبر مطار في البلد في مروي، أكبر سد وين؟ في شمالية. قيمة استصلاح الأرض في الجزيرة $4,000 للفدان، قيمة استصلاح الأرض في كردفان $130 بالقروش صرفتوها في الحتة دي. وفي واحد من الشباب very intelligent قبيل قال يا أخواننا، أفتكر واحد من السبيكرز قال يا أخواننا أي إقليم لابد نستفيد من الميزة الاستراتيجية بتاعته. الزراعة تمشي تزرع في كردفان ودارفور بس ساتيلايت، الناس عرفوا بأنه دي أكثر منطقة خصبة في الحزام السوداني. فإبقى هم كان فكرتهم المانيبوليشن اوف ريسورسز. وفي كتاب قيم جدا كتبه أستاذ في جامعة جورج تاون بريطاني أنا نسيت اسمه، وراك ليه بالضبط هم مشوا للقصة بتاعت سد مروي دي. فاينل بوينت less than that إن شاء الله. فاينل بوينت يا أخوان، التغيير اللي بنتكلم عنه المفاهيمي، التغيير ده قائم على الآتي. الفانكشن بتاع الاستيت بقى في فانكشن ديفرنشيشن بين الاستيت والسوسايتي. يعني الاستيت هي لا تملي على المواطن، المواطن جزء من المعادلة الحكمية. يعني في some level of reciprocity بين bottom up approach والtop down approach. لما تجي للsocial contract العقد الاجتماعي competitiveness ما طاعة أو انقياد أعمى، هو تنافسي. عشان كده أنا لما أنا أقول رؤية مختلفة أخوانا في قحط بينزعجوا، أنا بقول لهم الديمقراطية هي is about التنافسية. انت تقول رايك وانا اقول، انتوا ليه دايرين ترجعون تاني للقصه بتاعت الهيمنه؟ ايكونوميك موتو الكومبيتيتيف ادفانتج، كل منطقه من مناطق السودان نستخدم الميزه الاستراتيجيه بتاعتها، لكن ما ممكن انا اشيل الخروف الحمري او اديه الشماليه، ما ممكن امشي اعمل لي اهرامات في الضعين، ما في اهرامات هنا قاعده لها 7000 سنه. أنا أطور المنطقة دي للسياحة وكده، وأعرف المنطقة بتاعت الذهب وين والمنطقة بتاعت الزراعة وين وكده، وده الفكر القومي الاستراتيجي. الهاير استراتيجيك أوبجكتيف قالوها الأولاد ديل، يعني قالوها الشباب ديل في الاعتصام، حرية وسلام وعدالة. لكن مهمتنا نحن كسكولرز وإكسبرتس وعلماء أن نحن تو أوبريشناليز الفيجن بتاعتهم دي، نعمل على إنزاله إلى أرض الواقع بصورة علمية وموضوعية. هذا وصلى الله على سيدنا محمد. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. بنحلم بزمن